واليوم الحمد لله وفقنا بفضل تضافر كل الإطارات لهذه المجمعات من أجل إعطاء نشاط لهذه المؤسسات. على سبيل الذكر أقولها بصراحة أن مجمع أجروديف هو السباق في انطلاقة عدة مشاريع، لأنه هو أكبر عدد، وثم يليه مجمع ديفانديس، ثم مجمع أجيام، ومجمع إلاك الجزائر. هذه ما نسعى إليه. هناك مؤسسات تتوقف، هناك مؤسسات عن قريب، عن أسابيع قريبة إن شاء الله سوف تسمعون بمؤسسات أخرى سوف تكون ملك للقطاع العمومي التجاري، أي للدولة، والتي سوف أولا من أجل المحافظة على مناصب الشغل، وهي أقولها بالمئات، وفي نفس الوقت انطلاقة لهذه المشاريع المهمة.